بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الكريم حبيبي وحبيب الملايين خاتم الانبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهله الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا قل امين يا رب العالمين جيل 2006 أه حياكم الله وبياكم والله يخلي لي اياكم وحبايبنا الحلوين الان وبعدين بعرفكم عشان مبلشين جديد كنكم خايفين متوترين كلكانين كانه بس من منصه جو اكاديمي ان شاء الله منصه المليون بنقول خليكم معنا هون وان شاء الله نجاحك وتميزك على المضمون وكمان مره قولوا امين يا رب العالمين اليوم راح نبلش باول حصه بحصه التاسيس التاسيس بالانجليزي ما بعرف اذا مر عليكم كلمه اسمها بالانجليزي بسموها كلمه بيسكس تعطيني اللون تعطيني لون يا عمر ابراهيم معي منال كلكم معي تمام سلمان اعطينا لون اخضر خلينا اخضر يا عمر شو رايك اللون الاخضر عشان يبين يا رب حلو شوي شوي يا عمر ما اللي هي بيسكس معلش اذا مش عارفينها معلش انا مسأجل. خلينا الخط اعرض شوي تعرف يا عمر كيف ولا انا اشغلها مع آه. خلينا خمسه مش مشكله اللي هي بيسكس بيسكس معناتها اساسيات حلو معلش لو مش عارفها مش مشكله هيك اساسيات العربي الفصحى اساس هيك تمام يعني ما نعرف اساسيات الماده عشان لما توصل لبدايه الماده تكون امورك اونلاين منيحه تكون امور كلير اند كلين واضحه تمام ان شاء الله تمام خليك معي هون الله يرضى عليك يعني هاي الفتره خلاص سيريس بدينا تكون مجتهد وزي ما الشعار دائما بحكيه في منصه جو اكاديمي اربط الاحزمه يعني بدنا نربط الاحزمه ونستعد ونبعد عن التليفونات واي شيء يشغلك وحتى اذا في مجال تبعد عن الاكلات خاصه الشاورما والزنجر والمنجر بتأدي الى صعوبه بالفهم وفهمك كفايه انت وياها ها أه؟ عملنا لكم ماده تاسيس تشتمل على راح نشوف تباعا عشان الحصه القادمه نبلش شوف حالك انت وين قلنا لك هالاساسيات لازم تضل معك من الان حتى بدايه الماده تكون امورك يعني تحس حالك أنجزت جست شيء وتوقع أحكي ما احكي لاهليكم لا ما بدي احكي لهم في كثير من الاشياء اللي راح تمر معنا انتم ماخذينها ما صفوف قديمه اه بعرف بعرف بدي احكي لاهلين لا بدي احكي لهم خلاص ما بحكي لهمش في اساسيات مرت قديما يعني في صفوف قديمه مرت اللي بقول لي انا كنت غايب واللي بكل لي المعلم كان غايب واللي هو انا عارف مين اللي كان غايب انت ولا المعلم والله ما عارف كانه بجوز لانك ما انتبهت بجوز هاي الاشياء لو ركزت عليها طب ماشي ما ركزت عليها زمان خلينا نركز عليها اليوم راح نمشي بالترتيب نمشي مع بعض يا عمر يا ملك الجرامر عمر يلا بلش الصفحة الأولى هيك مقدمة عامة صورة وأنا بحب أطلق على طلابي بأي جيل 2005 2006 وإلى آخره لقب اسمه صقور الشاهين بحب هذا لا ما عنديش صقور في الدار يعني اني احب عشان هيك لا انه الصقر نظر حاد ان شاء الله تكون كده زرقاء اليمامه تجيب الجواب على السريع وتيجي شوف لي يا عمر شو راح نشتغل مع الطلاب والطلبه طالباتنا الاعزاء وطلابنا الاعزاء الغاليين علي من من اليوم وبحبتكم اكبر مني اكبر من الكون شفت موسيقى بلعبها انا او دوزنها دا داوزني شوف انه يا عمر شو رح مع الطلاب يلا الصفحه الثانيه وين انت قاعد نايم هنجينا يا عبد المعين تعين كان جبنا ادم معنا حلو رح نيجي على البدايات نحفظ معاني كلمات عشان نفهم كنه اسئله الوزاره تبعت القطع وزي ما بحكي لك وبظن عيد وزيد اسمع واو خليك معي انت وياها اوعك بدك تجيب كلام وتكتب ليش اللي بنكتب ابن تسعش وغير هيك ابن فعش ابزبطش وبالوزارة ابن غيرش لازم تكتب الكلمة عشان تعرف ما تنسهاش راح نشتغل على آليات شغل هذول كلمات بهموك كثير راح نحكي عنهم بعدين شو كمان رح نشتغل مع مع الطلبه او الطالبات؟ تفضل يا امان احكي لي اطلع لي على كمل لي جو اهيد مين جو اهيد مان خليك معي حظك معي تعبان يا مان ولا انا حظي معك تعبان يا مان هذا جاي ينام جبنا ادمن على الفاضي وين رحنا يلا بعديها رح شو رح نشتغل مع الطلاب في مثل بقول نو بيفور يو جو اعرف انت وين رايح اعرف انت وين رايحين بس احنا بالاول ثانوي ومن عارف شوف بقول له صفحه اللي بعديها لساته بالصفحه يا جماعه بده يجنني افك مرارتي اه وقف هاون وانا نوقف هاون الله يرضى عليك يرضى عليك وفقك وفقك اسمعوا اه اسمعوني بالصفحة الثالثة أعطينا أشتب اه بيشتب خلاص رح نبلش إن شاء الله في مشكلة عند الطلاب للأسف اسمها Vocabulary Vocabulary معناتها المعاني صار في بالإنجليزي كلمة المعاني مينينجز لو إيش هاي فوكابيولوري وأنت مالك أنت وياها حورين هم بالكثير بيسموها Vocabulary خلينا بعد عن اللوح مثال رح نتدرب على الكلمات الفصل الاول برمتها برم حلوه برمته اساتذه اللغه العربيه ومعلمات اللغه العربيه بجوز بالفضوها كثير برم او بيحكوا كثير برمته اول كلمه اتوقع سامعين فيها ولا مش سامعين ان شاء الله تكونوا سامعين فيها اسمها كالكوليشن وليش هي هيك شو شو هي الكلمه هيك يا سيدي مش عارف ترفضها مره واحده كالكوليشن من الخبره بنحكي احنا كالكوليشن انتم تحكوها كالكوليشن واللي عند اهله أنا مهله وريكا ريكا يعني اه ودادا دادا دا يا حماده كالكوليشن رح نعرفها انجليز انجليزي انجليزي يوزنج نمبرز استخدام الارقام وهاي بالعنجريزي للعربي ترجمتها يا مفيد ويا عيد خليك معي هسا وقت الواتساب انت وياه هذا شاطرين فيه اه عمليه حسابيه اه هيك بدنا نتدرب وبدنا نكتب اكتب الله يرضى عليك حكينا ولا زلت اظن اعيد وزيد هاي كلام كلامك سلاحك لنجاحك انت وياها ان شاء الله آه. كيف كيف مفهوم ولا مش مفهوم مفهوم اول شغل الصوت واضح يا ابراهيم يا ادمن جايبينه هذا على الفاضي تمام حلو بعديه كمل يلا كمل لي كمل لي كلماتٌ ليست كالكلمات بس 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 آه يلا اللي بعديه احكي اه بعديه كلمات اه ست صفحات خمس صفحات وفي بس قبل شوي راح ناخذ في شو يسموه كولوكيشنز اللي هي تركيبات لغويه تيجي معا استاذ انا شو يعني هي يعني... كولوكيشنز بعرفش حزرتوا مسلسل كارتون خليك معي بالله هسه راح تصحو الان راح تصحو فيني احكي مسلسل كرتون توم ان جيري ولا جيري ان توم احكي يا سمير شو بنحكي ها أه؟ مش سامع انا انعست على دوري مسلسل كرتون بيحكوا توم ان جيري ولا جيري ان توم أحكي تومان جيري في جيري عندهم لا ما بزبطش راح نحفظ بالفصل الاول تركيبات لغويه هاي مكتوب بصم غصب عنكم اكتب يلا اربن بلانينج يعني شفت كلمه بلانينج شو قبليها اربن اربن شو بعديها بلانينج هاي كمان جزء من الكلمات كمان يا مسيو لو سمحت غلبك غالبك بعلمك ايطالي لاموري لاموري اه كفو كفو برشا برشا شغلك، هاي تونس علمتك كمان وايطالي وفرنسي، ميرسي بوكو. وراح ناخذ كمان الالوان. يا الهي وانت جاهي. انا بعرف ساد بلو لون ازرق. اول مرة وراح تعرف انت وياها من شغلك. في بلو معناتها ساد. ساد اللون الازرق انت لابسه، انك حزين؟ شو بدك في؟ هم هيك بدهم، راح نتدرب عليهم. وفي مثل بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها والصيرفي أعرف بنقد الدرهم والدينار والدولار هم هيك بدهم خلص امشوا زي ما بدهم كمل يا مسيو عامر جبناك على الفاضي اليوم والله على الفاضي لا كمل بأول شوف شوف اكيد راح أسترن. ارجع ارجع والله راح تترك الدوسيه انا خايف وظلك معلق على هاي استاذ حلوات هذول هذا شاطرين في انتم بس لا ان شاء الله لا تفضل يا مان بعدي، تفضل وين رحنا؟ والله العظيم جبتك على الفاضي، والله جبتك على الفاضي بعلك اها بيعلق هذا شاطر فيه، اوه صفحة مان رح نرجع احنا وياكم معلش مش راح أحكي لحدا، والله ما بحكي لحدا رح نتأكد إنه الضمائر بالانجليزي اسمها بروناون، شو اسمها يا عموره؟ بروناون، بروناونز ضمائر مش راح أحكي لحدا راح ندربك ايش معنى الضمير بالعنجليزي، خلي عندك ضمير يا منير ضمائر العنجليزي زي بالعربي انا وانت وهو وهي ايش معناهم بالعنجليزي؟ طب استاذ انا بعرف بالانجليزي انه انا بعرف بس لما نيجي نحكي عنهم بالتفصيل راح تشوف ان شاء الله لا انا بتوقع انه ان شاء الله لا في بعض الاشياء بس بدنا نتاكد ميك شور sure. لله استحملوني عشان حسنات إنا وإلكم نتأكد إنه الضمائر موقعهم وتركيباتهم يا عمر واستخدامهم يكون أونلاين بالإنجليزي You are in the right track معلش بعد فترة هتتعلموا هاي العبارات إنه أنت ذا رايت تراك في المسار والطريق الصح إن شاء الله وإن شاء الله أموركم كلها صح إن شاء الله قولوا امين يا رب العالمين، اللهم انت جاهي ووجاهي، وفقكم و... وان شاء الله تنجح وارتاح منكم تروحوا على الجامعات وتجيبوا على العلامات. بعد الضمائر والمعاني ارجع يا عمر خليك معي يا أمير اوعى تقول يا امير انه علق الجهاز، انتقل لي على رح نشتغل بعد ايش معهم او 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 هنا ساقف قليلا احتراما وتقديرا حس حالي بعلق في كره القدم هذا في معلق بحكي هيك المهم راح نرجع كمان نذكرك في اساسيات البيسكس مين بس شو بس انا بس يا جماعه بيسكس هي كمان مره هذا كله كله صدق ما بحكي لاهليكم اسمه بيسكس ايش عمر بيسكس حكينا كله هذا اساسيات اساس ها اساس جماعة اجمعها اساسيات اللي بدك اياها هذا راح تكونوا مبسوطين وفرحانين وفاهمين ليه هذا ريبيتد مكرر من صفوف قديمه صدق صفوف قديمه قديمه مالكم التنسز الازمنه وحالاتها واستخداماتها هاي مش اول مره مش اول مره لا لا اوعك تقول اول مره رح ناخذ بالتفصيل حالات الازمنه الرئيسيه باللغه العنجليزيه من طق مش توك توك طق انتوا اكلكم بالتوك توك والانستغرام بس هذا الشاطري فيه انتوا جيل بعبع معلش بدي احكوا لاهليكم هاي احكوها بسم الله الرحمن الرحيم بيحكوا عنكم اهاليكم مش انا انتوا جيل بعبع بياكل اكل ما بيشبع بتنادي عليه ما بسمع وبيطلع ما برجع بس احكوا لاهليكم استاذ مروان بكلكم ان شاء الله هذا الجيل رح يطلع ينفع ان شاء الله بحالات التنسز رح ناخذ واتوقع ريبيتد مكرره بس ليسن تو مي اسمعوا واو اتوقع في عندنا حالات مرة عليكم حاله الفعل المضارع البريزنت رح ناخذ باست الماضي باست اه با. با. باست باست ورح ناخذ فيوتشر المستقبل وحالاته والتنسز برمتها حلو هاي برمتها كيف الباكيج ناخذه هاي عروض زين استاذ اورنج امنية شو هو شو باكج عروض انتقل لي على الصفحة اللي بعد التنسز شو عندنا كمان بالاساسيات كمل كمل هدول تنسز كمل كمل ايوه وقف 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 ايوه اطلع لي فوق اطلع لي, لي فوق هيك ها هيك لفوق 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 كمل كمل ايوه بس بس, بس 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 اكتب 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 يا استاذ <applause> وصلنا للريبورت سبيتش راح ناخذه والريبورت سبيتش هو الكلام المنقول وهو كمان اخذته زمان انا بسميه طلع يا امير بشير اسمه كلام الناس كلام الناس استاذ كلام الناس لا بيقدم ولا باخر انتوا هذا الشاطرين فيه حافظين الغنويه بس طب استاذ مو كلام الناس لما نحكي فلان حكى وفلان وفلاني حكى هاي نميمه يعني شرعا لا يجوز هسا وقت اللي صرتوا شاطرين باصول الدين يعني هذا درس قواعد شو نسوي لك؟ مشوا اياه قد تو زمان نذكرك فيه كمان اسمه ريبورت سبيتش كمل يا حباب وخليك معي الله يرضى عليكم جوا الباب شايفك اوعى تطلع الساعه ما بدي كمل يا حباب روح روح يا عم عمر الله يرضى عليكم، ايوه وراح نرجع نذكرك في درس اسمه الباسيف المجهول استاذ انا زرت الجندي المجهول عند المدينه الرياضيه، انت وين رحت شو جندي مجهول؟, مجهول؟ احنا بنحكي درس واحد اسمه المبني للمجهول وطلاب اللغه العربيه أخذينه كيف تحول بالعربيه من مبني للمعمو المعلوم قال معمول من المعلوم للمجهول ما ناخذه غيره يا عمر شو رح ناخذ يا امير حلو قبل كا كا شوي كا ايوه ارجع لي كمان لفوق لفوق الله يرضى عليك وراح ناخذ ايش بسموه اه خل... خلينا هاون 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 جيب لي هاون هاون كمان شوي شوي عمر رامي يا عين عليك يا عين عليك ضمائر وصل برضه خدتوها زمان وكله مكرر كله معاد معاد يا معاد اللي هو درس اسمه ريليتيف كلوزز ضمائر الوصل للعاقل شو بيستخدموه ولغير العاقل هو وتش للمكان وير اشياء قديمه نكست يا عمر نكست يا بشار في عنا صفحه 16 راح نشوف نناقش لك افعال اللغه الانجليزيه لثلاث حالات راح نتعلم انه البيس فورم هذا اسمه حال الاولى مضارع شو اسمه يا عمر مضارع بسيط وراح نتعلم انه من بي اشكالها مثلا باست اللي هو ماضي اسمه باست مش باست باست وباست, وباست بارتيسيبل باست بارتيسيبل اسمه تصريف ثالث اسم المفعول اسمه تصريف ثالث اسمه اسم المفعول رح نناقشه اول باول تمام نكست يلا شو رح ناخذ كمان اوه صفحه 17 يا الله استاذ هذا السؤال بكرهه بكرهه يا بني ويا بنيتي الله يرضى عليكم بجوز تكرهه بجوز ما حبيته من النظر الأولى راح نخليك تحبه راح نخليك تحبه بأي طريقة أوكي دان ار يو أونلاين ماشيين معي اسمه ديريفيشن ديريفيشن راح نعلمك إياه على طريقة البلاي ستيشن شو بلاي ستيشن؟ المهم راح نعلمك عليه عليه على, علي طريقة الموسيقى كيف تدوزنها داوزن الكلمة لانه هذا الدرس يعتمد على اللغه ومش إشي واو شيء معقد لا فيري سمبل بسيط خفيف راح يطلع لطيف ظريف تمام ومن البدايه الماراثون انا بسمي ما جديد المصطلح عندي هذا نبلش الماراثون من بدايه الماراثون حتى النهايه ان شاء الله راح نكون نشتغل معا together ونتابعكم على منصه الجو اكاديمي نمط جديد راح نحط اوراق عمل امتحانات لكم تتدرب على الإلكترونية واجبات نصلح لكم إياها بطريقة إن أنا something like هم أدرى مني بمنصة جو أكاديمي راح نكون معك كأنك يعني في المنزل ماخذ المادة بتفاصيلها باحترافها وإن شاء الله نكون من الناس نأمل مع خبراتنا المتواضعة بعتبرها نخدمك إن شاء الله أنت وأنت لانه ان شاء الله نكون قريبين على الطلاب بمكان وزمان انه اختار ياخذ بطاقه فحقه علينا ان شاء الله نخدمه باحتراف باذن الله تعالى. وبروميس از بروميس وبروميس يعني الوعد وعد ان شاء الله. تمام؟ بعرف المحطه والرحله ابتدات. زي ما حكينا خليك ريلاكس شوي هيك وكنترول شوي سيطره. وبعينك الله يو هاف تو بي بيشنت تصبر لانه بدها وقت الشغله وايا كان مستواك مع التدريب مع الاعاده والاعاده افاده والتكرار بيعلم الش... لا الله يرضى عليكم الشطار بدك تعيد المعلومه once توايس ثرايس بالعربي بسموها once twice thrice مره ومرتين وثلاث والثالثه نعبته وان شاء الله تكون اخترت معلم باذن الله نكون ان شاء الله مروان الرمح لديكم في خدمتكم ان شاء الله إنه نحبكم في الله واني أخاف الله فيكم من بدايه الماراثون للنهايه احنا معكم في خدمتكم وتاكد ان شاء الله مع منصه جو اكاديمي باذن الله تعالى انت وانت راح تغمض عينيك وتنام ان شاء الله طبعا بعد باذن الله تعالى اذا راح تغمض عينيك وتنام وتروح ان شاء الله الجامعه وين ما بدك اياها بامان وفي الختام السلام نراكم قريبا باذن الله تعالى بالتفاصيل القادمه وحتى ذلك الوقت نترككم في رعايه الله والله المستعان وعليه التكلان وفي النهايه بنحكي دائما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وثانك يو اند جود نايت